بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: الباب 24، باب الاكتفاء في اليمين بالحلف بالله وجواز تغليظها باللفظ والمكان والزمان. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرد، ومن لم يرد فليس من الله. رواه ابن ماجه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل حلفه: احلف بالله الذي لا إله إلا هو ما له عندي شيء، يعني للمدعي. رواه أبو داود. وعن إكرمة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يعني ابن سوريا، أذكركم بالله الذي نجاكم من آل فرعون وأقطعكم البحر وظلل عليكم الغمام وأنزل عليكم المن والسلوى وأنزل التوراة على موسى، أتجدون في كتابكم الرجم؟ قال: ذكرتني بعظيم ولا يسعني أن أكذبك. وساق الحديث. رواه أبو داود. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحلف عند هذا المنبر عبد ولا أمة على يمين آثمة ولو على سواك الرطب إلا أوجب الله له النار. وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحلف أحد على منبري كاذبا إلا تبوأ مقعده من النار. رواهما أحمد وابن ماجه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء بالفلاح يمنعه من ابن السبيل، ورجل بايع الإمام لا يبايعه إلا للدنيا فإن أعطاه منها وفي له وإن لم يعطه لم يفي له، ورجل باع سلعة بعد العصر فحلف بالله لأخذها بكذا وكذا وصدقه وهو على غير ذلك. رواه الجماعة إلا الترمذي. وفي رواية: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم: رجل حلف على سلعة لقد أعطي بها أكثر مما أعطي وهو كاذب، ورجل حلف على يمين كاذبة على يمين كاذبة بعد العصر ليقتطع بها مال امرئ مسلم، ورجل منع فضل ماء فيقول الله له فيقول الله له: اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك. رواه أحمد والبخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمد عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، نسألك اللهم علما نافعا وقبا خاشعا لسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا وتجارة لا تبور. قد رحمه الله: باب الاكتفاء في اليمين بالحلف بالله وجواز تغليظها باللفظ والمكان والزمان. هذا أيضا مسألة مسائل القضاء وأحكام التقاضي، أيضا وهي تتعلق ب اليمين، بمعنى من توجهت له اليمين وطلب منه أن يحلف سواء كان مدعيا أو مدعى عليه كيف يكون. فالشيخ
ذكر في هذه الترجمة الصيغة بمعنى الصيغة إن صح التعبير في لغة المعاصرين الصيغة المبسطة والصيغة العادية، وهناك صيغ مغلظة سواء كانت التغليظ بمزيد من اللفظ أو بالمكان أو بالزمان على ما سوف نرى، بمعنى أن الأصل إذا توجهت اليمين إلى ما توجهت إليه من مدعي ومدعى عليه وغيرهم وغيرهما، الأصل أن يقول والله العظيم أو والله، هذا هو الحلف، إن الحلف هو بالله يعني بلفظ الجلالة، والله إني لصادق، والله إنه ليس له حق في هذا، هذا هو اليمين، وهذا كافي. بمعنى إذا طلب القاضي اليمين مما يطلبها منه من مدعي ومدعيه فيقول احلف، يقول والله إن كذا وكذا، هذا كافي، وهذه كافية في إبراء الذمة أو بإثبات الحق. لكن هناك صيغ أيضا أو السنة دلت على أنه ممكن أن يكون هناك يعني صيغ أخرى إما إضافية أو زائدة إلى آخره. فالشيخ يقول باب الاكتفاء باليمين بحلف الله اللي هو والله كما قلنا، وجواز يعني أمر إضافي، جواز أن تغلظ اليمين بمعنى يقول والله العظيم الذي لا إله إلا هو، هذا تغليظ، أو والله الذي يحيي ويميت، والله فيأتي بصفات وبأسماء لله عز وجل تؤكد صدقه وتؤكد أيضا خوفه من الله عز وجل وتؤكد إيمانه بقدرة الله عز وجل على كذا وكذا، مما هو محل اختلاف بين هذا الرجل وصاحبه. إذن هذا تغليظ، تغليظ باللفظ أو بالمكان، قد يكون عند الحرم، عند الكعبة، عند في الروضة الشريفة، عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره، هذا المكان، أو بالزمان بعد العصر أو شهر محرم أو شهر كذا، فقد يكون التغليظ باللفظ وسوف يأتي معنا، أو بالمكان لقدسيته أو عظمته أو خصوصيته، أو بالزمان أيضا لخصوصيته أو عظم اليمين فيه. فقال باب الاكتفاء في اليمين بالحلف بالله وجواز تغليظها تغلظ يعني باللفظ والمكان والزمان. أورد في ذلك حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. هذا شاهد لي الجزء الأول من الترجمة حينما قال باب الاكتفاء في اليمين بالحلف بالله، فحديث عمر يقول من حلف بالله، لفظ الجلالة وحدها ليس معها مرادفات لي أسمائه عز وجل ولا صفات له سبحانه وتعالى تؤكد مزيدا من التغليظ، من حلف بالله، فهذه اليمين الكافية والمجزية وأيضا قاطعة الحق. من حلف بالله فليصدق، ولا شك طبعا لا يجوز الإنسان أن يحلف كاذبا، بمعنى إذا احتاج للحلف سواء هو يحلف أو طلب منه القاضي أن يحلف فعليه أن يحلف صادقا، لا شك طبعا لأن الحلف إقسام، يقسم بالله عز وجل أو باسم من أسماء الله عز وجل أو بصفة ليؤكد على ما يريد تأكيده، ولا شك أن ما لجأ إلى الحلف ولا طلبت من الحلف ولا اليمين إلا لأولا التأكيد، والأمر الثاني لأن اليمين والحلف في ذاتها عظيمة،
اليمين والحلف هي عظيمة معظمة. عز وجل يقول ولا تجعلوا الله عرضة ليمانكم، لا تجعل لفظ الجلالة لفظ الله بسم الله عز وجل يعني عرضة ليمانكم بمعنى تتداولونه وتمتهنونه وأنتم حتى ولو كنت صادقا، لا يجعل الحلف إلا إذا احتج إليه، ولا ينبغي الإنسان يكون يعني كثير الحلف، هذا مذموم. وبل الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاثة لا يضر الله إليهم ولا يكلمهم إلا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ماذا بلون منهم، ورجل جعل الله بضاعته، ورجل جعل الله بضاعته لا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه وإن كان صادقا. فلا داعي الإنسان دائما يجعل الحلف على لسانه، إنما لا يحلف إلا عند الحاجة، لأن الحلف هو استحضار عظمة الله عز وجل واستشعار أن الله مراقب وأن الله مطلع وأن الله أو تريد أن تقول لصاحبك إن الله مطلع علي أني صادق ومطلع وعالم وسوف يجازي من كان كاذبا. فالحلف بذاتها مغلظة غليظة، وقال من حلف بالله فليصدق ومن حلف له بالله فليرضى، هذا الطرف الثاني، يعني أن صاحبك إذا حلف عليك الرضا. الرضا لماذا؟ ليس كل رضا لأن صاحبك صادق، هو صادق إن شاء الله، لكن لأنه استحضر أو استجلب اسم الله عز وجل وجعل الله يعني هو الكفيل وهو الرقيب وهو الذي سوف يجازي الكاذب إن كان كاذبا. فأنت رضاك هنا حينما ترضى ليس فقط لأن صاحبك صادق وإن كان إن شاء الله هو صادق، لكن لأنك مؤمن بالله، أنت مؤمن بالله عز وجل وبأن هذه اليمين جعلت الله عز وجل بينكما، فأنت مطمئن لأن حقك محفوظ ولأن الله عز وجل هو الوكيل وهو الكفيل وهو الشاهد وهو الذي يجازي الصادق على صدقه كما يجازي الكاذب على كذبه. فأنت حينما ومن حلف له بالله فليرضى، رضاه نتيجة الإيمان، نتيجة الإيمان بمعنى أنت راضي لأن لقوة إيمانك وثقتك بربك عز وجل أنه شهيد، وإن كان إن شاء الله صاحبك صادق بيمينه، لكن مزيد رضاك بسبب قوة إيمانك. ولهذا قال في تكملة الحديث ومن لم يرضى فليس من الله، لأنك ما قلت هو 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 رضاك نابع من إيمانك ونابع من ثقتك بالله واعتمادك عليه، وأنا صاحبك إن كان كاذبا الله سوف ينتقم منه وسوف يعوضك. لكن من لم يرضى فليس من الله، هذا وعيد وعيد شديد. حديث ثاني، حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل حلفه، بمعنى رجل توجهت إليه اليمين يعني كان لابد أن يحلف. أحيانا القاضي يلقن الحالف الصيغة، يلقنه صيغة تكون مؤثرة جدا في الموضوع، خاصة إذا أولا لخوفه بالله عز وجل وليطمئن لأن يمينه أنه يحلف من صدق، والأمر الثاني أيضا
يعني يحرك إيمانه، فقد يأتي بصيغة معينة يقول احلف بالله الذي لا إله إلا هو الذي فعل كذا ويقسم بكذا ويأخذ من مالك كذا، فيعطي أيمان مغلظة. فالقاضي أحيانا يأتي بصيغة كأنه يعظ فيها من توجهت إليه اليمين حتى لا يقدم إلا على بصيرة وعلى وهو صادق فيما أقدم عليه. هنا حديث عباس النبي قال لرجل حلفه احلف بالله الذي لا إله إلا هو، فأتى بصيغة فيها نوع من التغليظ، لم يكتفي بأن يقول له احلف بالله، قال احلف بالذي لا احلف بالله الذي لا إله غيره أو لا إله له ما له عندي شيء. هذا شاهد لي قول الشيخ وجواز تغليظها باللفظ، فهذا نوع من التغليظ باللفظ، يعني اللفظ مغلظ. مثل هو حديث عكرمة، عكرمة تابعي وليس صحابي، والشيخ القارئ شيخ زكريا ترضى عليه ويمكن يترضى على الجميع، لكنه عكرمة تابعي من كبار تلاميذ ابن عباس معروف، وهو مولى ابن عباس فعلا. قال عن عكرمة رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له، يعني ابن سوريا، هذا عالم اليهود، ابن سوريا عالم من علماء اليهود، و وذلك أن جماعة من اليهود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في المسجد، فقالوا يا أبا القاسم ما ترى في رجل وامرأة زنايا، طبعا من اليهود، لو كانوا مسلمين ما جاءهم، جاءوا يعني يهودي زنى بيهودية، فقال أتوني بأعلم رجل منكم، يستفتون يسألونه ما حكم من زنى من اليهود، أنت الله عز وجل كما تعرفون، فجاءك فحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فليضربك، وإن حكمت فحكم بينهم بالقسط، إن الله يحب المقسطين إلى آخره. فجاءوا إليه فأتوا بابن سوريا، لما قال لهم توني بأعلم رجل فيكم ومنكم، فأتوا بابن سوريا وهم من كبار علمائهم، فقال يعني هم يسألونه عن حكم الزنا، إذا زنى يهودي بيهودية. فلما جاء ابن سوريا وقبل أن يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم قال له أذكركم، الرسول محمد صلى الله عليه وسلم يقول اليهودي أذكركم بالله الذي نجاكم من آل فرعون وأقطعكم البحر وظلل عليكم الغمام وأنزل عليكم المن والسلوى وأنزل التوراة على موسى، أتجدون في كتابكم الرجم؟ هذا تغليظ، تغليظ حينما ذكرهم بهذه النعم الكبرى التي امتن الله بها على بني إسرائيل، وحين يذكرهم يعني هيبة الله، يذكر هيبة الله ولا يكذب، لأن اليهود قوم بهت كلهم سمعوا الكذب وكانوا سحت كما ذكر عز وجل. فقال هذا شاهد التغليظ اللي هو التغليظ باللفظ، التغليظ باللفظ. ف
فقال أذكركم بالله الذي نجاكم من آل فرعون وأقطعكم البحر وظلل عليكم الغمام وأنزل عليكم المن والسلوى وأنزل التوراة على موسى أتجدون في كتابكم زنا. هم قالوا إن الحكم في التوراة عندنا إذا زنى رجل امرأة أنه يسود وجهه وكذا وكذا وأن الرجل ليس عندهم بينما الرجل موجود. فالرسول صلى الله عليه وسلم غلظ هذا لنوع من الوعظ. فقال ابن سوريا العالم ذكرتني بعظيم وهو الله عز وجل وبمننه على بنعمه على بني إسرائيل ولا يسعني أن أكذبك. وقال نعم إن الرجم موجود عندنا فرجمهما النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد أنه قال أنه ذكر هذه النعم ومنة الله عز وجل عليهم وهو من باب التغريض ومن باب الوعظ ومن باب التخويف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحلف عند هذا المنبر، يعني منبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد النبوي، لا يحلف عند هذا المنبر عبد ولا أمة. عبد بمعنى ليس عبد الرقيق، لا، العبد يعني رجل، والأمة يعني عبد الله وأمة الله. لا يحلف عند هذا المنبر عبد ولا أمة على يمين آثمة ولو على سواك رطب إلا أوجب الله له النار. الشاهد قوله عند هذا المنبر أي تغليظ بالمكان، وأن الحلف عند المنبر له خصوصية. واليمين الكذب مرة معنا اليمين الغموس في الجلسة الماضية، ومرة معنا قول الصحابة يا رسول الله ولو كان يسيرا، قال ولو كان عودا من أراك، عودا من أراك. وهنا قال ولو على سواك رطب اللي هو الأراك. لماذا قال رطب؟ قالوا لأنه غالبا لا يكون رطبا إلا في منطقته فيكون رخيص. السواك إذا كان في المنطقة اللي اقتطف بالناس لقيمة وضع زهيدة جدا، بينما إذا كان بعيد وكان يابسا قد يكون أغلى، يعني أرخص حالة يكون عليها الأراك، وهو حينما يكون رطبا يعني بجوار أشجاره، بجوار أشجاره. لا يحلف عند هذا المنبر عبد ولا أمة على يمين أثمة ولو على سواك رطب إلا أوجب الله له النار، صلى الله عليه وسلم. ولا شك كما قلنا معنا أن اليمين الغموس من الكبائر، ولأنها تغمس صاحبها في النار، صلى الله عليه وسلم. وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحلف أحد على منبري كاذبا إلا تبوأ مقعده في النار. أيضا هذا كان الحديث اللي قبله، يعني تغليظ بالمكان، تغليظ بالمكان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، صلى الله عليه وسلم. هذا من أعظم الوعيد، ويدل على شناعة هذه الأشياء المذكورة في هذا الحديث. ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أربع عقوبات، صلى الله عليه وسلم. لا يكلمهم الله لغضبه عليهم وسخطه عليهم وعظم ذنبهم، ولا ينظر إليهم
كذلك ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أولهم رجل على فضل ماء بالفلاة يمنعه من السبيل، بمعنى ماء في الصحراء أو في البرية سواء كان بئرا أو كان تجمع مائي أو نبع يقف عليه ويمنع الناس منه، فهو يمنع الزائد حقه من حق أن يأخذ. وإذا قال على فضل ماء يعني ماء فائض عن حاجته، وفي فلاه لأن الناس تحتاج الماء في الصحراء يموتون عطشا. رجل على فضل ماء بالفلاه يمنعه من ابن السبيل يعني من عابر السبيل المسافر، يعني يمنع المسافرين أن يتزودوا من هذه البئر. طبعا هذا غالبا إما لقوته ولبطشه أو له زعيم قبيلة أو زعيم منطقة وكذا فيتحكم في الناس، هذا لا يجوز خاصة إذا كان في الصحراء. أما إذا كان في مزرعة ولا في بيته ولا هذا لا يختلف، الإنسان إذا كان في بيته يمنع، وإن كان في مزرعة أيضا وإن كان المزرعة ينبغي أن يخرج للناس يعني لهم ماء، لكن لا 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 يدخلوا حتى لا يعني يستهلكوا أرضه قد يفسدوا زرعه، لكن يخرج لهم الماء. لكن الكلام لا هنا لا هنا بفلات يعني ليس في أرض مملوكة. ورجل بايع الإمام لا يبايعه إلا للدنيا، فإن أعطاه منها وفى له وإن لم يعطيه لم يفي له. هذه قضية كبيرة يا إخواني، طاعة ولاة الأمور يعني قضية كما يعبر في التعبير المعاصر قضية محورية، قضية كبرى، لا تكون إمامها إلا بطاعة أبد، لا يمكن يكون ولي أمر إلا أن يطاع، وإذا لم يطاع ما كان ما تكون فوضى من نهاية الفوضى. ولا يتصور أن يعيش أهل البلاد وليس لهم ولي أمر مطاع، وليس لهم ولي أمر مطاع، تكون غاية الفوضى. والطاعة حق للإمام، وليست يعني الناس لم تفهم غاية الطاعة، حق الإمام في الطاعة ليس مقايضة، ليس إن أعطاك أطعته وإن يمضك تؤذبته، لا طاعة مطلقة في المعروف، طبعا المعصية ما يطاع. وأيضا في قضيتين أو قضيتان يعني يجب فهمهما واستيعابهما والتمييز بينهما، فيه الطاعة في الخروج على الإمام. الخروج على الإمام هو هذا هو الذي لا يجوز بأي حال، الطاعة في المعروف لا يطاع في المعصية، لو أمر المعصية لا يطاع، لكن لا يخرج عليه، يعني الهلاك في الخروج، خروج على الإمام هذا هو الذي يهلك الأمة كلها ويهلك أهل البلد كلهم. ولهذا بيعة الإمام وهو عقد بين الإمام وبين الرعية أن يطيعوه، لأن الطاعة حق له وليس مقايضة، ما أعطاك حقك لا تطيع، لا تطيع وإن لم يعطيك حقك، لأن الإمام وظيفته ليس
ليس وظيفته حفظ الدولة كلها وحفظ استقرار البلد وما يترتب على الاستقرار من أمن الناس في طرقهم وفي معاشهم وفي تجاراتهم وفي حياتهم وفي أسرهم كثير يعني القضية. فالطاعة أثرها هو هذا. فليست الطاعة لأن حقك وصلك أو لم يصلك، لا، نعم حق أن يوصل الناس حقوقهم، لكن ولو ظلم، لأن يعني وجود الإمام، وجود ولي الأمر، وجود الرئيس، وجود الملك، وجود السلطان بقوته، ويجب أن يكون قويا، ويجب أن يكون يعني مطاع حتى تستقر الأمور. وين وجود ظلم؟ وين وجود لم يصلك حقك؟ لأن الفوضى التي تكون بأن يطالب يكون حقه تضيع كل الحقوق، لا يضيع حقك وحق غيرك. وأنتم تلاحظون أي بلد ينفلت خلاص انفلت، متى يعود ليستقل؟ طبعا لا شك أنه تختلف طريقة إدارة البلاد، طرق كثيرة يعني، قد يكون كما قلنا عن طريق ولي الأمر له صلاحياته، قد يكون تحته من له وزراء، تحته مجالس شورية، مجالس برلمانية، هذه كل هذه تبع، هذه كلها لا شك أنه طبعا يعني هذه طريقة في إدارة البلاد و قابل للتجديد وقابل للتطوير وقابل للتغيير. المقصود هو مهمته أن يحمي البلد وأن يقيم العدل في الناس، لا شك طبعا لا يجوز أن يظلم الإمام العادل، لا شك طبعا في من السبعة الذين يظلم الله في ظله، ولو ظلم ذنبه عظيم، لكن وجود الإمام والرئيس أو سميه ما شئت على رأس البلد حاكم البلد، الناس تنتظم معاشه، يسافرون ويذهبون آمنون في تجاراتهم، في زراعاتهم، في أسواقهم، في أولادهم، بينما إذا ضعفت الولاية وضعفت الإمامة ضاع البلد. فهل يضيع حق فرد او فردين او ثلاثه؟ هذا قد يوجد، ولا تصور ان يعني ان حاكما سوف يوصل لكل احد حق، لكن تختلف طبعا كما قلنا طرق اداره البلاد عن طريق صلاحيات الامام او الرئيس او الملك او السلطان او الامير الى اخره، لو صلاحيات تختلف حدود الصلاحيات على حسب ما يعني تضعه البلاد لأنفسها من دساتير وقوانين إلى آخره، لكن يبقى الطاعة، ويبقى أن الخروج على الإمام مهلكة. ولهذا ماذا قال هنا؟ ورجل بايع الإمام لا يبايعه إلا للدنيا، بمعنى أنت تطيع لمصالحك الخاصة، هذه مهلكة دي. أنت تطيع لحق الإمامة، وتطيع لفعلا لأن الناس كلها تطيع حتى تستقيم أمورهم. ويجب أن يحافظ على مهابة السلطان، يعني أي نيل من هيبة السلطان تضيع البلد. يجب أن يبقى السلطان مهابا، وأن يكون الحاكم له هيبته، ولا يجوز يعني القدح فيها والتلاول بما ينزل هيبته من الناس في كل الدول، لا المعاصرة ولا القديمة. السلطان له مكانته، والقدح فيه يعاقب صاحبه، ليس لشخصه، لا، لأنه رمز الأمة، بغض النظر عن 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 درجة رضا الناس عنه، بل الناس لا ترضى عن المسؤول أبدا، وهذا يجب أن تعرفه. هذا حتى له قاضي يعني
كلكم تعرفون. لو أن لو أن لو أن شرطي أو قاضي أو أمير أو مسؤول صاحب منصب وظيفة يتشاجر مع مع مع, مع مواطن عادي، كل الناس مع المواطن، هذا غلط، غلط كبير. الناس أبدا ما هي مع ما هي ما هي ما هي ما هي مع صاحب السلطة أبد، هذا غير صحيح. الناس تتعاطف مع مع مع, مع الشخص الآخر. يجب أن يبقى للسلطان هيبته ومكانته ومقامه، لأنه لا يمثل نفسه، وفعلا يمثل الأمة، يمثل البلد بقطع النظر كما قلت عن درجة الرضا. فلاحظ قوله لا يبايعه إلا للدنيا، يعني لا يطيع إلا لمصالح الخاصة، بمعنى إن أعطاه رضي وإلا لم يعطيه سخط أو تمرد، هذه مهلكة. بل لا, لا, لا تكون إماما إلا بطاعة أبدا، ولا طاعة إلا بجماعة. ورجل بايع الإمام لا يبايعه إلا للدنيا، فإن أعطاه منها وفي له أو وفى له، وإن لم يعطيه لم يفي له. إذا صارت مقايضة، لا، الطاعة ليست مقايضة، الطاعة حق. لأن كل واحد لا يطيع إلا لأنه لم يصل إلا لأنه وصله حقه أو 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 يتمرد لأنه لم يصل حقه، لا، أصبحت فوضى تماما، لا تصور. بل حتى الأب في بيته لو تمرد الأولاد ما ضاع البيت، وإن كان الأب غلطان كذا يبقى الأب له الطاعة. ورجل باع سلعة بعد العصر، وهذا هو الشاهد، رجل باع سلعة بعد العصر، الشاهد قوله بعد العصر، بمعنى هذا تغليظ بالمكان، تغليظ بالمكان، فحلف بالله لا أخذها بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك، يعني كذاب. هذا من الذين لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم. فتصور يعني هذا الذي خرج عن طاعة الإمام، خرج أو بايعه للدنيا، لا يكلمه الله يوم القيامة ولا ينظر إليه ولا يزكيه، ولهم عذاب أليم. من الحديث هذا في الصحيحين، في الصحيحين وغيرهما رواه الجماعة. ورجل باع سلعة بعد العصر فحلف بالله لا أخذها بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك، يعني كذاب. وفي رواية ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم، رجل حلف على سلعة لقد أعطي بها أكثر مما أعطي وهو كاذب، ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر ليقتطع بها مال امرئ مسلم، ورجل منع فضل ماء فيقول الله له اليوم، يقول يوم القيامة يعني اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل ذاك، يعني عنده بر، البر لم تعمل أنت، وإن الله هو لساق الماء وهو إلى آخره. إذن حصل هذه الأحاديث هو أو حصل الترجمة كما قال الشيخ أنه الحلف يكون بالله، ويمكن يغلظ بلفظ الله الذي لا إله إلا هو، أو الله العظيم الذي لا إله إلا هو، أو بأي ألفاظ إضافية، ويكون بالمكان كما قلنا منبر أو كعبة، أو وأحيانا الحلف على المصحف، ونقل هذا بعض الصحابة، أو الزمان العصر أو المحرم أو إلى وقت معين حدوا رمضان حدونه من باب التغيظ. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.